ايوه يا بيبي. ايه؟ ترج الازازه قبل الاستعمال، شفطه واحده وما تقولش لعدوك عليها. انت متاكد؟ وشرفك يا سعاده البيه، لولا الازازه ديت ما كنت قدرت اتجوز نسوان التلاته اللي على ذمتي. كده ما ينفعش، ما رجتش الازازه. رج لا لا قوي. رئيس الحسابات وشريف بيه ماله؟ مفيش، اصل برج الدواء. على لا شويه بقى. رج تاني بيه. فكر بيه؟ نعم. ها خلاص الاجراءات كله تمام، والفلوس عدتها؟ عدتها، والكسور والملاليم والنكل تمام التمام. عال، برافو عليك يا حسين، فوت علينا يوم السبت يا بيه. طب خلي الفلوس عندك، يعني لازم تستلم الصابون النهارده. النهارده الخميس يا بيه، وناس تحب تستحمى صباحيه الجمعه. متهيألك انا شخصيا بتشائم من ليله الجمعه. ليه؟ مش لاقي صابون؟ لا، اتولدت فيها بس. ابو الافكار، ايه؟ ايدك على جوز جنيهات. ايه؟ مصاريف عزوبيه بقى، انت عارف مقابلات عزومات. طب ما تسترخص وتتجوز. اتجوز؟ انت ما سمعتش جحا قال ايه عن الجواز؟ قال ايه؟ قال الله يجازي اللي اتجوز قبلي وما نصحنيش، واللي اتجوز بعدي وما سالنيش. هاتهم بقى. خدهم من جحا. سعيد عم شريف. سعيد يا فكري. خدهم من جحا. بص عليك. صار يا شريف اطلب من فكري 2 جنيه سلف وما ادانيش. ايه ده؟ مش معقول. اه والله يا راجل جبان. انما انت بقى طبعا في فرق كبير بينك وبينه. اه طبعا. هو جبان. طبعا. انا بقى اجبن منه.